النهارده احنا اخترنا موضوع اجتماعي يعني مثير للجدل اكيد، لانه في كده ملمس مع العادات والتقاليد والاعراف بتاعت الاسره المصريه، وهو حريه البنت او تحديدا حريه الاخت. يعني الى اي مدى ممكن الاخ يسمح لاخته بانها يعني تمارس حياتها طبيعيه وتتعامل في المجتمع زيها زيه، ما يبقاش بيمارس سلطان معين عليها زي ما بنشوف دايما في يمكن الدراما يمكن السينما المصريه، لما الولد بيبتدي يكبر شويه ويبتدي يشعر بان هو محتاج يسيطر على اخته او محتاج ان هو يثبت رجولته عليها او اشياء من هذا القبيل. هل انت تقبل ان اختك تعيش زي ما هي عايزه زيها زيك بالظبط، ولا ليها حدود معينه؟ هل الاب والام بيعاملوا البنت والولد زي بعض بالظبط؟ الى اي مدى انت ممكن تسمح بحدود حريه اختك؟ هو ده الموضوع اللي احنا بنطرحه النهارده، لما لقينا ان في بعض الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي بتطالب بانه الاخت تعيش بحريتها وما يبقاش في عليها قيود، طالما يعني ان هي يعني نقول ايه فرد من افراد الاسره، وتتمتع هذا الفرد بكل حقوقه زيه بالظبط زي الولد. بحب ارحب بضيوفي النهارده في اخر النهار، هادي احمد المهندس هادي، وهو ناشط حقوقي وعلى التواصل الاجتماعي شهرته كيتو. اهلا يا هادي. اهلا وسهلا، مساء الخير. مساء النور. ندى عبد الله باحثه في مجال حقوق المراه، او باحثه نسويه، طيب عشان هي طلبت كده. اهلا بيك يا ندى. اهلا بحضرتك. والاستاذ المحامي الاستاذ عصام عجاج مشرفنا في اخر النهار. اهلا استاذ عصام. اهلا بيك يا استاذ. بشكركم جميعا جدا على قبولكم الدعوه وعلى مشاركتكم في هذا النقاش. قبل ما ابدا عايز اقول ان احنا بنطرح هذه الموضوعات علشان الموضوعات اللي هي ليها علاقه بالأسرة المصرية محتاجة تناقش، وتناقش بشكل مش عايز أقول حضاري، طبعا بشكل حضاري، يعني 100% في ناس مع وناس ضد، وإحنا عارفين كويس قوي، ولذلك إحنا بنستضيف أصحاب الآراء المختلفة. هبدأ مع المهندس هادي أحمد كيتو، وعارف أنك أنت تهاجمت بعد ما قلت بعض الآراء لاعتبارها البعض انها خارجه عن التقاليد وانها كده ما يصحش، وان هم حتى وصفوك باوصاف انا مش عايز اقول الاوصاف، انما قول لي موقفك من هذا. مبدئيا الذكوريه هي ما بتجيش من الاول من المجتمع، هي بتيجي الاول من القانون. القانون نفسه بيساعد على الذكوريه والهيمنه الذكوريه اللي بتبقى موجوده في المجتمع، وبعد كده قبل ما تدخل في الذكوريه اسمح لي هادي، اتفضل قول لي الاول موقفك من حدود حريه اختك. حريه اختي؟ هو مبدئيا السؤال ممكن يتسال بنقط احسن من كده شويه. اتفضل علمني. لا مش قاصد العفو حضرتك. اقصد ان هل الموقف اللي المفروض ان الراجل يتخذه ناحيه اخته؟ علشان بس انت حضرتك بتسال السؤال ده، وكان مجتمع مصري هنا الرد هيوصل بمعنى غلط. فانا لما اوضح بس السؤال، الموقف الراجل ناحيه اخته عموما. معلش انا بس عايز اركز شويه في النقطه اللي انا بناقشها، من فضلك تقول لي ايه موقفك من مساله حريه الاخت؟ هل انت شايف انها تبقى مطلقه، ولا ان انت برضو تتحكم فيها، ولا ان الاب والام يتدخلوا لما يلاقوها ان هي يعني نقول ايه تجاوزت بعض الاعراف والتقاليد؟ جميل. انا كاخ ماليش اصلا ولايه ولا سلطه ان انا يكون ان انا اتكلم على حريه اختي. انا ماليش اي ولايه ان انا اتكلم على حاجه زي كده. هي مواطن ليها كمل حريتها في حاجه زي كده. انا لو هتدخل في حياتها هتدخل بالنصيحه مش اكتر. هي انا مرضاش ان هي تيجي تقول لي اعمل كده او ما تعملش كده، او انت مجبر ان انت تعمل كده، او تيجي تضربني او تسحب مني التليفون. زي ما بنشوف احنا عندنا هنا الست او البنت بتخرج من بيت اهلها ممكن تكون مدمره نفسيا بسبب ابوها وامها واخوها، خاصه اخوها. اخوها دوت اللي اصلا هو بيعمل كل حاجه وعايش حياته بالمنطلق اللي هو عايزه، بيعمل كل حاجه وحشه، بس شايف ان اخته هو شرفه الوحيد في اخته، هو احترامه في اخته، ممكن يكون بيعمل كل حاجه بس اهم حاجه اخته عنده. هو رجولته في اخته، وده طبعا من قمه التخلف والسطحيه في التعامل. بس برضو ارجع اقول لحضرتك ان احنا مبدا التواتر
وال من زمان واحنا عايشين بنفس المنظر دوت، فاحنا اتربينا على كده، بدا بيبقى في اللاوعي ان احنا نبقى كده، من دوت مش صح. ولما بتيجي توعي زي ما انا بكتب كده ببدا اتهاجم وببدا اتشتم بطريقه كبيره جدا من غير حتى يفهموا ولا حد يتكلم معايا. طب انت رديت على اللي هاجموك وقلت لهم انا كده، يعني انت ما حاولتش تبقى دبلوماسي او تغير من موقفك؟ هقول لحضرتك، انا في الاول كنت برد، بس لما بقيت بنزل بوست والاقي كم من الشتايم فظيع، انا مش هفضل ارد على كل واحد، بس انا بنزل فكره من افكاري. لما لو 100 واحد شافوها ممكن 40 واحد بس اللي توصل لهم الفكره، ممكن 20 واحد يبداوا يفكروا و20 يقتنعوا بفكرتي. ال20 دول بس هم اللي انا عايزهم من ال100، هم دول بس اللي عايزهم 100 بس. انا لو ارد على كل واحد بيشتمني انا مش هخلص، وطبيعي بطبيعه المجتمع دوت فعلا ما بي مش هيحصل او يتغير افكاره، بتكلم على افكاره، غير بصدمه فكريه. هو لما يتحط في الموقف دوت ويبدا يتعامل على اساس ان هو امر واقع هيبدا يتغير معاه. طيب يعني انت بالارقام في حوالي 80% مش مقتنعين بفكرك، بالارقام بالاحصائيات يعني. انا قلت مثلا. طيب انت من ضمن الكلام اللي قلته علشان بس ناخد رد فعل على فكرك، لان انت تمام. واضح من الكلمتين اللي قلتهم في الاول دلوقتي في اول المناقشه ان انت راجل يعني منفتح وليبرالي بتقول ان الولد علماني زي البنت، صح؟ تمام. طيب انت هنا بقى بتقول ايه؟ ان الاحترام مش بس باللبس وانه ضد الحجاب، وان الست حره وجزء من جمالها في شعرها ولبسها وانوثتها، و انتوا شايفين انه عفة وطهارة، صح؟ ده البوست اللي انت قلته. وان البنت تشرب سجاير تخرج يبقى ليها اصحاب، بس مش مشكلة تبقى بمية راجل ومتعرفش تضحك عليها، وان من حقها تعيش حياتها بالطول والعرض، وانتوا شايفين انها جوهرة انسان في البيت. يعني انت بترد على اللي هاجموك. تمام. يعني ايه تعيش حياتها بالطول والعرض؟ مش فاهمها دي. دي دعوة يا استاذ مهندس. ما انا جاي لك حالا، انا جاي لك. ايه؟ انا عايز حضرتك تاخد التصريحات كلها وترد لي، لانه لسه ندى. ايه تعيش اصل تعيش حياتها بالطول والعرض بالنسبه لثقافه المجتمع المصري، يعني ده غير معنى واحد ليها معنى اللي هي تمام حريه صاحب ممارسه حياتها زي المتجوزين. تصاحب يعني. ايه تصاحب؟ تصاحب. طب بالطول والعرض يعني ايه؟ حضرتك عندك اشكاليه في انها تصاحب؟ لا ما عنديش مشكلة، ده انا هأيدك وهو مبوسك كمان. صاحب ما أنت... ثانية واحدة، ما احنا هنقوم نبوس بعض بس بعد شوية. اتفضل يا هادي. تمام. كمل. بعد الحلقة. تمام. حضرتك بتقول الطول والعرض. عموما الكلام اللي احنا بنتكلم فيه دوت حرية البنت ولبسها وان هي جوهرة وتتصان وان هي تخرج او تصاحب. انت اللي بتقول. ايوه الكلام اللي احنا الكلام اللي انا بقوله دوت الكلام ده تقريبا في الدول الحديثة والدول الأوروبية انتهى من سنين كتير جدا، ما بقوش دلوقتي يتكلموا فيه. بقى في حاجة على مصر والنبي هادي. ماشي. ما انا هقول لحضرتك على حاجة. ما هي مصر يعني دولة متأخرة جدا، دولة متأخرة في كل حاجة. فأنا دلوقتي لما أجي أتكلم في الكلام دوت لازم أقول إن الكلام دوت بقى فيه حاجات كتير جدا أهم منه، أهم من إن أنا أتكلم في حرية البنت، في حاجات كتير جدا. فأنا لما واعي فعلا البنت من حقها تعيش. هي دلوقتي البنت حسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة هي 49% من المجتمع، يعني نص المجتمع. نص المجتمع دولت يعني لازم البنت تاخد حقها كامل، لازم البنت تعيش حياتها زي ما اي راجل عايش. البنت لازم. انت بتطالب بالحريه الجنسيه للبنت؟ خليني اكون صريح جدا معاك. ثانيه، ده سؤال صعب جدا ان ارد عليك كده بقى او لا، لازم يكون في قبله حاجات كتير لازم اقولها لك. انا كل ما هقول لك سؤال هتقولي لا ده سؤال. اصل انا لو قلت لا اصل انا لو قلت لا يبقى انا كده ضد افكاري. لو قلت انا مش هوصل الاجابه اللي انا عايزها. طب انت عايز البنت في المجتمع المصري تعامل زي الشاب بالظبط؟ طبيعي. تمام. كل حاجه تعملها قبل الجواز، تحب تصاحب، تعمل علاقات، تسافر لوحدها، تعيش لوحدها، كل ده بالنسبه لك اوكي؟ اكيد طبعا. ندى عايز رد على هذا الكلام. طيب خلينا كده بشكل مبدئي هاخد من كلام هادي ان مفيش يعني فرق ما بين الولد والبنت. احنا هنتكلم على فكرة التربية، يعني انا هجيبها من خلال الاسرة، يعني بداية من الاسرة. فكرة التفرقة في المعاملة، ليه الاخ بيعامل اخته بنوع من السلطوية ونوع ان هو ليه الافضلية وان هو نوع من إيه 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 إيه
فكره ان العيله او الاسره بيدوا له المساحه ديت باعتباره ان هو الولد وهي البنت. فده من الاسباب الكبيره جدا. بمعنى ممكن يكون الولد جدا قاعد والبنت قومي اعملي له شاي مثلا. ففي التفاصيل الصغيره دي في التربيه بتفرق، في حين ان فكره لا الولد والبنت هم مساويين تماما، الاخ والاخت احنا عشان موضوع حلقتنا هم مساويين تماما. ما ينفعش ان احنا نقول ان في حد احسن من حد بناء على جنسه او بناء على نوعه. مش حكايه احسن يا ندى، ليه افضليه؟ انا عايزك تفسريني الاول، هل فهمك لفكر هادي زي فهمي انا، زي ما انا فهمت فكره بالظبط، ولا انا فاهم غلط؟ لا يعني خليني اوضح كلام هادي. ايه فهمك لفكرته؟ يعني خليني اوضح كلام هادي واقول فكرتي كمان بعدي. هادي عايز بس يوضح بكل بساطه ان البنت هي بني ادمه، هي مش يعني ما فيش حد احسن من حد لمجرد ان هو ولد او بنت على حسب نوع. يعني فكره ان هم يعني احنا ممكن عايزين نفصل فكره الخوف والمشاعر الانسانيه البحته والمحبه اللي بتبقى جوه البيت عن فكره لا انت والتصرفات وبتعملي وما تعمليش على اعتبار ان هو ولد. في حته حساسه شويه عايزك تحاولي تساعديني ان انا افهمها. انا متهيألي ان كيتو، معلش هو طلب ان احنا نسميه كيتو عشان هو معروف على السوشيال ميديا بالاسم الحركي ده. كيتو شايف انه فيما يتعلق بحريه البنت في العلاقات وفي الحب انها لازم تكون زي الولد بالظبط، وبالتالي انا شخصيا فهمي لهذا انه مفيش ما يمنع من ان هي خارج اطار الجواز او الزواج تصاحب وحتى تصل انها تستقل مع اللي بتحبه لوحديهم. طيب خلينا لو انا شايف ان هادي يعني ما يمنعش فكره زي كده، وبالتالي بيروج لفكره اعتقد يلفظها المجتمع المصري. طيب انا مش هتكلم على فكره الصح والغلط لان انا مش في مجال ان انا اقول ده صح او ده غلط. الفكره كلها ان ايه الحريه وسقف الحريه ده ايه، وسقف الحريه ده لمين والايه. بمعنى مش هنتكلم على العلاقات الجنسيه، هنتكلم على فكره إن لما حد يكون مرتبط بحد، لما يكون في السياق ان الشاب يبقى هو ممكن يكون بيحب واحده ويعني مرتبط بواحده، وفي نفس السياق التاني اللي هو نفس الفعل، انا مش بتكلم على المثال ده بالتحديد، انا بتكلم في فكره نفس الفعل اللي هي ممكن تعمله، ده يبقى غلط، في حين ان ممكن الفعل ده هو يبقى غلط، لكن احنا فكره ان هو بالنسبه له يبقى صح وهي بالنسبه لها غلط. طب انت فكره الازدواجيه في المعايير وفكره بالنسبه لك قياس الحاجات. الاخ والاخت، الاخ في المجتمع المصري يتعامل مع اخته على انها عندها مطلق الحريه انها تمارس حياتها باي شكل حتى لو خارج اطار الزواج. بص حضرتك، هي يعني فكره ان صياغه بس الكلام، فكره ان الاخ يدي لاخته الحريه، ما هو ده اللي احنا بنناقشه. ايوه، دي في حد ذاتها الكلمه دي فيها نوع من الابويه او نوع من ده العادي، ده المفروض يكون عادي، في حين ان مش المفروض ده اللي يكون عادي. فكره ان في اتنين بني ادمين عايشين في البيت، فكره احنا اخوات وبنخاف على بعض ومصاحبين بعض وبنحكي لبعض كل حاجه، وفي مسؤوليه في اتخاذ قراراتنا، وده اللي انا متابعه مع اخويا على فكره بالمناسبه يعني. فالفكره كلها ده خارج. مش راضيه تديني اجابه يا ندى، انا مش عايزك تبقي دبلوماسيه لو سمحت. مش دبلوماسيه خالص، انا عايز اعرف خلص. لا انت عندك اخ 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 ولا عندك اخوات بنات بس؟ اخ. عندك اخ، لو رحتي قلتي له مع احترامي الشديد ليكي ولاسرتك، تعالي بلاش انت اي اسره، رحتي قلتي له والله انا بحب شاب وناويه ان انا اروح استقل في مكان ما معاه قبل الجواز، هل متوقع انه الاسره او هذا الاخ الرجل يوافق ولا يرفض؟ طيب السؤال ده بشكل شخصي ولا بشكل عام؟ لا بشكل عام. بشكل عام. علشان نبقى بس فاصلين شويه. طيب لا بشكل عام، احنا برضو عايزين فكره سياق التربيه عامله ازاي في الاسره. بمعنى هو نفسه يعمل كده، هو نفسه يعني انا بتكلم على الفعل، انا مش بتكلم على فكره هو ولا هي. انت بتهربي من الاجابه. لا لا خالص خالص، لا لا يعني هوضح لك هوضح. هل انت يعني شايفه ان هو موقفه يسمح بهذا ولا يرفض هذا؟ هو ملهوش ان هو يسمح ويرفض، هي الفكره كلها ان هو خوف الاخ على الاخت وخوف الاخت على اخوها. تمام. بس يعني خوف يعني انت ضد تحكم الاخ في سلوك طبعًا. اخته طبعا ما يعني فيش حد بيتحكم في حد، ده مش موضوعه. خلاص شكرا، هاخد بقى رد من الاستاذ عصام، وخلي بالك ان احنا هننقل الحوار يعني.
يعني لسه حضرتك هتتكلم هم هيردوا. اتفضل يا استاذ عصام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. انا يعني حضرتك بتعجل، ما تزعلش مني بقى وبتكلم براحتي. اتفضل. بتعجلوا بنهاء الحلقه. يعني انا النهارده لما النهارده بتهدوني وتقولوا لي ان انا اتحاور، اتحاور ازاي مع كيكو والاستاذه ندى؟ ويعني لما النهارده دي دعوه صريحه، دعوه اسمه كيتو، كيكو ولا كيتو سيان يعني، ما هو هادي، ما فيش مشاكل، ما هو هادي، هو هادي، ما هادي ومهندس حضرتك يعني ليه ليه لا 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 انا هقول لحضرتك انا لا لا لا, لا, لا بعد اذن حضرتك اهم الكلام انا ما قطعتكيش لا لا بس نختار بس المصطلحات عشان تبقى بس لحظة انا ما قطعتكيش بقول لك ممكن نحترم ضيوفنا بعد اذنك ما ينفعش وبعدين ما تقوليش بنعجل بنهايه الحلقه احنا بنتكلم حوار حضاري تمام الراي والراي المعارض الراي والراي الاخر طيب انا النهارده يعني الحلقه دي لو انا قاعد كمشاهد عادي وبسمع الحلقه دي وبشوف الحلقه دي انا اخد نسخه منها وهعمل له جنح التحريض على الفسق والفجور دغري قولا واحدا هتكلم من الناحيه القانونيه لا مش عايز كده طب مش عايز كده كلامك لا كلامك فيه تهديد لضيفي وانا ارفض كده من فضلك ترد على الفكره طب اتكلم ما تقعدش تهددها يا استاذ عصام يعني انا استاذ معتز انت عايزني انا اتقبل انا كراجل مسلم واحد قاعد قدامي بيقول لي النهارده الاخت انها تعيش حياتها وعلاقات جنسيه حبيبي. وتعمل علاقه جنسيه ما قلتلكش تتقبل بقول لك تناقشه اناقشه تتحاور معاه اتحاور مع ايه انا ارد عليه اقول له ايه ما هو ده برنامج حواري طيب ارد عليه اقول له ايه رد بقى اقول له قول له الدين بيقول ايه يا سيد الفاضل اقول له يا سيد الفاضل الحريه ابداء راي حريه تصرف ان انا اختار يبقى ليا دوري ان انا اختار الجامعه اللي انا عايز اخشها الكليه اللي انا عايز اخشها يبقى في قدر من الحريه في اختيار هدومي اللبس اللي انا هلبسه حريه لها سقف معين الا تصطدم مع الدين الا تصطدم مع ثوابت الدين الا تصطدم مع الاخلاق دي اسمها دياسه اسمها انحلال انا من وجهه نظري اللي انت بتقوله ده ان الست او البنت تعمل اللي هي عايزاه وقت ما هو الانحلال ما هو الانحلال تعريفه ايه ان افعل كيفما شئت اينما شئت وقتما شئت دون ادنى اي ضغوط او ضوابط هو ده الانحلال هو ده الفسق والفجور اللي احنا بنقول عليه طب استاذ عصام ممكن بعد اذنك ترد انا بتحاور اهو تمام ما احنا هنتحاور علشان فعلا نحاول ان احنا نخرج بهذا الحوار لبر الامان دون ان انا اضطر ان انا احس ان مفيش حوار ففعلا انا الحلقه زي ما انت بتقول انا بقى تعالى دول افرن دول اخواتك الصغيرين تمام هل تحتويهم وتتحاور معاهم ولا تقعد تقول اعمل فيكوا جنح خلينا نتحاور احتوي ايه يا استاذ معتز يا عم ما تحتوي انت خسران ايه مش بتسالني وانا ارد عليك النهارده الاستاذ هادي والاستاذه ندى هما الاثنين قالوا اساسا طرح السؤال بهذا الاسلوب غلط لسبب لانك انت اساسا ما ينفعش انك انت تفترض ده كلامهم انه الاخ له سلطان على اخته هو هي زيها زيه وتتمتع بكل حقوقه ده هو مسؤول يا استاذ معتز عن كل نفس ليها ده هو مسؤول ده بنص القانون وبنص بص عرف ما حدش هيقطعني لا من ناحيه القانون ليه انت من ناحيه القانون انا عايز افهم بتسالك بتقول لك ليه بقول لي اقول لحضرتك ليه من ناحيه القانون بص يا استاذ معتز جريمة التحريض بتاخد سلوك ايجابي ان انا احرض اقول اعملي جريمة التسهيل سلوك سلبي ان انا اسيب اختي تعمل اللي عايزاه ولو قلت عن واحد يعني الكلام ده لو عدى 21 سنة اعمل يبقى انت النهاردة مسؤولية اجتماعية فقط لكن اقل من 21 سنة لو بتكلم على فوق ال 21 انا بقول مسؤولية اجتماعية فقط مش مسؤوليه شخصيه لكن انا ممكن تصل هذه المسؤوليه التسهيل اذا كان تحت سمعك وبصرك الى جنح التسهيل ان انا بسهل لها الاغواء انت عارف التسهيل او الاستدراج او الاغواء بسهل لها هذا بسكوتي ما هو ده بص يا استاذ معتز في حاجه اسمها الجريمه السلبيه ان انا اشوف الجريمه قدامي طب ماشي انت ليه مفترض ان البنت اكيد وحتما هترتكب الخطا ليه يا استاذ معتز ما يجوز تاخد حريتها وتتعامل بمسؤوليه هو انا مسؤوليه هو في بنت ممكن تعيش مع راجل او تعيش حياتها دون ضوابط وتقول لي مسؤوليه احنا مجتمع شرعي يا استاذ معتز وخلينا نتكلم بمنتهى الصراحه انت عارف يا استاذ معتز بعض الاسر اللي بتسمح ان البنت تدخل الشاي كده للضيوف او خلافه بيقولوا عليها منفتحه ده احنا النهارده اغلبيتنا صعايده وارياف البنت دي ما بتتكشفش على اي حد من الضيوف انها بتخش ما بتسمعش صوتها الباب بيخبط بيقوم الضيف يجيب لك الشاي والقهوه ممكن افكرك بحاجه اتفضل انت عارف احنا في سنه كام ولو برضه
ولو برضو بقى انت جاي تقول الكلام ده في 2018. انا بيحكمني دين واخلاق يا استاذ معتز. طيب بلاش يا سيدي انها تعيش مع رجل، تعالى نتكلم على انها تسافر وتيجي وتحب وتقيم علاقه حب مع شاب. طيب انا هقول لحضرتك عشان انا ما تقولش ان انا بقى النهارده متزمد وخلاف، نطرح دي كده على لا اصل انت حكيت حكايه انك انت خليتها تقدم الشاب. لا 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 انا لما في 2018 ده كلام راجل ما تزعلش مني. زي ما بيقولوا زي ما بيقولوا الحريه ان انا اخترت الطريق الصحيح الطريق القويم السلوك المتبع وفي ضوابط هيجلب لي السعاده، اخترت الطريق الثاني مش هيجلب لي السعاده. النهارده انا لما اترك دون ضوابط اي حاجه من غير ضوابط هتؤدي الى فسق وفجور، اي شيء من غير ضوابط. بنت ايه ده؟ لازم البنت دي هو اصلا معروفه كبنت، لازم يكون في ضوابط، لازم يكون لها كبير. ان انا اسيبها ونايم في البيت واقول ان انا راجل، راجل مين؟ الرجوله دي لا تتجزأ، ان اخت تعيش وقت ما عايزه. عايز اخد رد من هادي، اتفضل يا هادي. وبالذات حته الرجوله دي انت علقت عليها. تمام، في بدايه الكلام هو كان بيسخر مني بشده جدا لمجرد ان انا قلت رايي. تمام؟ بدايه الكلام خالص، وبعد ما سخر مني دخل على مرحله التهديد. انا كل اللي انا قلته طرحت رايي. طرح الراي عموما في المجتمع دوت بيحصل منه نفس العنف دوت بالظبط. ما بيتكلم اخر حاجه ممكن يوصلوا لها الاسلوب الموضوعي والنقد البناء. لان الموضوع يا هادي ما تزعلش مني متعلق بالشرف. الشرف برضو حتى لو هو ما يخصنيش يعني انا مش هقول لك رجوله ومش رجوله، يعني المساله مساله يعني فين النخوه؟ فين انك انت تيجي تقول لي انا ما يهمنيش ان اختي تقيم علاقه مع واحد ان شاء الله تروح تقعد معاه قبل الجواز؟ ثانيه واحده، ازاي تقبل حاجه زي دي؟ اول حاجه تمام زي ما قلت لحضرتك، هو بدا اول حاجه بالاستهتار والسخريه، وبعد كده التهديد. بعيد عن الموضوع دوت، هو الاستاذ بيتعامل مع البنت في كلامه كله منتهى العنصريه ومنتهى الاهانه، بيعملها اساس انها حيوانه، بيعملها اساس انها كلب عنده في الشقه. ازاي تخرج وازاي تقدم شاي؟ البنت اللي بتقدم شاي تبقى متفتحه، بيعملها بالظبط. يعني انا اشبه بالكلام، انا حسيت ان هو ناقص يقول احنا لازم نجيب لها قفص وندخل لها اكل من فرن. ده ناقص، لا لا انت عايز تحبسها. لا انا ده كده حبس صريح ليها. طب انا هسالك سؤال صغير كده وتكمل. انت حضرتك بتقول ان من حقها تعيش. طبعا لو جات لك حامل من بره هتقول لها اغصى عليك انا اديتك الثقه؟ هقول لحضرتك لا خليني معايا اردش انت ثواني بس عشان ارد. تمام هتعمل ايه؟ ارد؟ ارد. تمام، حضرتك دلوقتي بتقول كده، معلش مع احترامي لحضرتك، انت حضرتك لو انا ربيتها بالتربيه اللي حضرتك بتقولها ديت هتجي لي حامل من بره، لو انا ربيتها على التربيه اللي انا بدماغي انا هعملها عمرها ما تيجي تعمل كده. طب ما احنا مش شايف التربيه اللي بنتكلم عليها دي اللي ألف عليها واعتاد عليها كل الشرقيين وكل المصريين. ما شفناش حاجه حصلت. حضرتك انت عندك الشرقيين والمصريين، انت عندك دلوقتي في 2018 98% حاله تحرش بتتم بالبنات. عندك البنات كلها بتعمل كل حاجه من ورا اهاليهم بسبب الكابتن اللي حضرتك بتتكلم فيه دوت. لكن انت لما تسيبها مش هتعمل. لا مش لما اسيبها، انا ما قلتش لما اسيبها، كلمه لما اسيبها ما طلعش. انا قلت لما اربيها التربيه الصحيحه اللي حضرتك بتقوله دوت، تربيه مليانه بالكبت ومليانه بالفجر. اول ما حضرتك انت حضرتك اللي انت بتقوله ده لازم تعمل من وراك حتى لو مش عاوزه. بس انت لما تقول لها ايش حياتك بالطول والعرض بتسمي دي تربيه؟ قبل ما اقول كده لازم اربيها. تربي ايه؟ لازم اربيها. ما هو باين العنوان اهو. حضرتك هقول لحضرتك على حاجه. تربيه ايه؟ ثانيه واحده، ثانيه بس حضرتك ما بس بطل سخريه. اسمي هادي، قول لي هادي يا استاذ هادي. طب ثانيه انا هقول لحضرتك على حاجه دلوقتي. قبل ما انت حضرتك عملت كده جربت تتكلم مع ولادك؟ طالما انت كل تفكيرك حضرتك لمحت بكتير قوي في الكلام على اساس الجنس ان هي هتطلع تعمل علاقات جنسيه، حضرتك عمرك فكرت مش هقول لك مع البنت مع الولد اتكلمته في الثقافه الجنسيه؟ عندنا الثقافة هنا الجنسية حاجة محرمة ان انا اتكلم معاه فيها، ما هي دي من اهم الثقافات. انت عندك هنا كام في المية حالة طلاق؟ وكام في المية من حالات الطلاق دولت جايين بسبب عدم التوافق الجنسي؟ وانت عايز الثقافة الجنسية تجيلها من صديقة؟ هتخلي امها تكلمها يعني؟ حضرتك اب اهو، حضرتك اب، حضرتك كلمت ابنك مش بنتك في ثقافة جنسية؟ ومين قال لك ان انا ما وعيتوش وكلمته في ده؟ مين قال لك؟ حضرتك كلمته؟ اذا كان انت بتقول انك تعيش بره بتقول بالعرض. ثانيه واحده، انت عايز الثقافه الجنسيه بره فعل؟ حضرتك كل ده ما سبتنيش ارد. حضرتك قلت حد شاطرني، حضرتك ما سبتنيش. انت عايز فعل بره؟ سيبني ارد بقى. اتفضل رد. سيبني ارد. تمام؟ انا هقول لحضرتك على حاجه. اول حاجه لما ربيها على الثقافه الاجتماعيه وعلى عدم العنصريه على كل حاجه، حضرتك العنصريه اللي انت قلتها اللي هي العنصريه في الجامعه وفي البنطلونه، مش عارف حضرتك جبت العنصريه دي منين؟ الاعلان العالمي لحقوق الانسان بينص على عدم الحريه على الجنس او على اللون او على العرق او على التوجه الجنسي. اللي حضرتك
العنصريه اللي انت قلتها دي انا مش عارف حضرتك جبتها منين. تمام، ده العنصريه اللي محتمله يعني 80% من اللي بعد اذنك بما فيهم انا وكل العنصريين. حضرتك يعني انا هقول لحضرتك على حاجه، رد عليا. هرد اهو 80% عنصريين، لا 99% بيقولوا كلام حضرتك، بس الحمد لله. مش معنى كده ان حضرتك صح. جاليليو قال في القرن 19 لما قال الارض مش محور الكون كله قتل، وبعد كده اقرر ان صح. الدكتور ناول السعداوي، ثانيه واحده، الدكتور ناول السعداوي 1955 لما طرح الكتاب الجنس والمراه وحرمت الختان، كل مصر قالت عليها ان هي غلط ورفضوا نشر الكتاب وسفروها وقالوها من نقابه الاتباع، وفي الاخر طلعت صح لما موتوا. يا حبيبي عيب اللي انت بتقوله ده، راجع نفسك والله. عيب ده كلام على فكره اقرته الدوله سنه 2014 بسبب. يا حبيبي انت بتقر بانك انت شاذ في فكرك، بتقول 1%. هو رايك 1%. انا بمثل، مش معنى ان حضرتك صح ومش معنى ان حضرتك الاكثريه يبقى انا غلط. ده ملوش اي علاقه باللي انا بقوله. اللي انت ده دي حجه ضعيفه جدا ان انتوا كتير وانا قليل. طيب ندى عايزه تتكلم، هديها الفرصه بعد اول فاصل اعلاني. خليكم معانا، اوعوا تروحوا في اي حته. طبعا انا كنت عارف ان الموضوع هيثير الجدل، وطبعا 100% يعني الاراء اللي هي المتطوره قوي عن حريه البنت ووضع طبعا البنت في المجتمع الشرقي المحافظ بشكل عام. انا عارف كويس قوي ان هو يعني قضيه لن تمر مرور الكرام وهيبقى فيها جدل، واحنا عشان كده شفنا جدل في القسم الاول من هذا النقاش. وهنكمل دلوقتي بسرعه. الاستاذه ندى عبد الله ما اتكلمتش كويس، انا عايز اعرف منك تحديد موقف في القضيه اللي احنا بنناقشها. طيب قبل ما اقول رايي، انا بس يعني هوجه بس الاستاذ عصام حاجه. انا رافضه تماما متحفظه تماما على لغه التعالي وفكره يعني انك ليك الافضليه وليك انك انت اللي فاهم والاخرين دول هم لا شويه الناس اللي مش بيفهموا حاجه. لا انا رافضه الكلام، ويعني اعتقد فكره علو الصوت دي مش مستغرب من رايك. فكره ارجوك لو سمحت، علو الصوت، علو الصوت يعني ده دليل على ضعف اللي انا بقول لك. انا مش مستغرب من رايك. طيب ما تستغربش من رايي. ما انت مؤيده في الراي. انا مش مؤيده، انا بتكلم على الموضوع توتاله. انا مش فكره مع وضد، انا بتكلم على موضوع توتاله، لان انا هنا بتكلم على فكره النساء، فكره حقوق النساء. حضرتك جاي بتتكلم على فكره تشيء النساء او تشيء الفتاه ان هي ملك للمجتمع. لا، البنت هي كامله واعيه، كامله الاهليه، هي مش محتاجه وصايه عشان حد يقولها اعملي وما تعمليش. هي قادره بشكل في تحمل مسؤوليه ان هي تعمل اللي هي عايزاه في حياتها. وفكره الغلط والصح هي حسب التربيه في الاسره. يعني فكره الصح والغلط دي مش حاجه هي نزل كده هو ده الصح وده الغلط. نادي بقى حضرتك ده ومعلش احنا انا ما قطعتكش منك، انا ما قطعتكش وما استهنتش بكلامك. وانا بس خالص انا مش قابله كده. انت كده موقفك واضح، انت عندك تحفظ على اسلوب الاستاذ. دي النقطه الثانيه. النقطه الثانيه ايوه، النقطه الثانيه المهمه جدا ان فكره ان احنا ما ينفعش نستخدم خطاب الوصايا الابويه على البنات ان هم مجرد شيء في البيت، وان احنا اعملي وما تعمليش، على اساس ان هي ولا هي عندها وعي ولا عندها فكر ولا عندها ان هي عقل ان هي تتحرك. لا، البنت هي كامله. دينا قال كده يا بنتي، مفيش حاجه اسمها دينا قال كده. حضرتك كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتك. لا مش انت اللي هتقول لو سمحت. لو سمحت كل راعي مسؤول. إيه؟ انا ما قطعتكش. لا لا هتقطعني، هقطع. عرفنا اللي ربنا عليها بتقول كده. لا معلش اكمل كلامي. ما تقطعنيش، اتفضلي. الفكره كل راعي مسؤول عن رعيته، ما تاخدنيش في احاديث جانبيه. كل راعي مسؤول عن رعيته. كل راعي مسؤول عن رعيته، كل حد كمان مسؤول عن نفسه. هي كمان كبيره بما فيه كفايه وواعيه بنفسها تقدر تحافظ على نفسها في وسط اي حد. احنا مش بنتكلم، احنا برضو اخذنا اطار الحلقه فكره حريتها الجنسيه. لا مش ده المطلوب. المطلوب في الحقيقه ان هي بني ادمه، ان هي عندها عقل ووعي. يا ستي في واحد كاتب على الفيسبوك بيقول لك تعيش حياتها بالطول وبالعرض. هو ادى مثال. وانت بتهربي من الاجابه. لا هو ادى مثال. هو يعني ايه؟ بص حضرتك يعني ايه؟ هو هي بني ادم. انا بتكلم في لا فكره. لا قوليني مفهومك ايه؟ ايوه انا بتكلم بالكلمه دي. هتهرب من السؤال. لا مش ههرب من السؤال، ولو سمحت استهنش كلامي خالص. اتفضلي يا رجولي. خالص. اتفضلي يا ندى. انت ضيفتي وانت فوق راسي. اتفضلي. تعيش بالطول وبالعرض، هي عندها عقل، عايزه تعيش حياتها بالطريقه اللي هي عايزاها، تصغى باللي هي عايزاها. هي عندها بقى عيله، عندها اب وام تقدر تستشيرهم. احنا لو بنتكلم علاقتها باخوها، هو في النهايه
مساوي عندها في نفس المستوى في العيلة. يعني هو ما لهوش الأفضلية عشان يقول لها اعمل له ما تعمليش. رأيك واضح جدا. وكل راعي مسؤول عن رعيته بعض الاتصالات التليفونية. معلش وكل راعي مسؤول عن رعيته برضو هي مسؤولة عنه ان هي تقول له وتنصحه. طيب مفيش راجل. شكرا شكرا يا ندى. هبدأ مع احمد من القاهرة ويا ريت المداخلات تبقى قصيرة جدا حرصا على وقت البرنامج. استاذ احمد مساء الخير. مساء الخير يا استاذ معتز. اهلا وسهلا بيك حضرتك. اهلا وسهلا استاذ معتز. انا بتابع هادي او استاذ هادي على الفيسبوك من حوالي اكتر من سنه. ايوه انا سني حوالي 43 سنه او 44 سنه تقريبا. ايوه وتابعته لفضولي ان انا اشوف هو فكره ايه وبيفكر في ايه او اصدقائه بيفكروا في ايه او كده. تسمح لي بس اسال استاذ هادي سؤال؟ اتفضل بس اتفضل. استاذ هادي حضرتك عندك اخوات بنات؟ عندي. طيب استاذ هادي انت ترضى ان حد يجي يقول لك انا عايز اصاحب اخت حضرتك او اعمل معاها علاقه جنسيه؟ هو انا اصلا مش واسع على اختي ولا ليا كلمه عليها ولا اصلا من حق ان انا وافق او ما وافقش علشان انت تسالني السؤال دوت. هي بنت وليها حياه ومن حقها ان هي تعيش حياتها بكامل حريتها عشان انا ما اقولش حاجه زي كده. بلاش حضرتك توافق او ما توافقش هتبقى مراحل. انا ماليش ان انا وافق او ما وافقش. انا مش عايزك توافق. انا مش عايزك توافق. انت نفسيا داخليا هتبقى مرتاح؟ انا مالي انا ارتاح ولا ما ارتاحش، هي حياتي ولا حياتها. لا انت مش يعني الموضوع ده مش هيبقى يسبب لك اي ضيق؟ يسبب لي ضيق في ايه؟ انا مالي انا؟ انا مش فاهم هي حياتي ولا حياتها. طيب انت ليه مصمم ان انت تدخل الراجل دايما في شرف اخته؟ ما تخليك في شرفك انت. انت مالك ومال اختك؟ هو انت لو شربت حشيش هيروح يقول لها ان انت مش شريفه عشان اخوك بيشرب حشيش؟ ما كل واحد في شرفه وكل واحد في حياته. طيب استاذ هادي خلاص انت حضرتك بتتهرب من الاجابه دي. بس انا رديت على فكره رد واضح. يا استاذ احمد يا استاذ احمد استاذ احمد هو ممكن الاجابه بتاعته تبقى صادمه ليك بس هو ده هو واضح ان في اختلاف كبير في المواقف. طيب استاذ احمد اعذرني اعذرني ما عنديش وقت والله عايز ادي كل واحد اطول. سلوى من اسكندريه اتفضلي يا سلوى باختصار. الو ايوه اتفضلي يا سلوى باختصار. ايوه ازيك يا استاذ معتز؟ الحمد لله اتفضلي. لو سمحت انا عايز ارد على الاستاذ هادي اقول له ان احنا في مجتمع اسلامي وفي مجتمع شرقي. انا ادي البنت الحريه المطلقه بس ما ينفعش اسيبها تعيش بالطول وبالعرض. يعني بنتي ما خلاهاش تنزل 2 و3 بالليل تروح تسهر في الكازينو. لو هي عايزه تسهر في الكازينو تتعرض للاغتصاب تتعرض للتحرش. دي اول حاجه. ثاني حاجه الاستاذ هادي لو عنده اخت هل يقبل ان اخته تقول له انا النهارده رايحه بيت عند واحد صاحبي؟ اتفضل. هو يعني الاستاذ هادي بيقول لك لو سمحت الاستاذ هادي بيقول انا شرف الاخ غير شرف الاخت. ازاي شرف الاخت ينفصل عن شرف الاخت؟ طيب تمام الفكره واصله. ردي هادي بس مبدئيا انت بنتك اللي هتنزل الساعه 2 و3 الفجر ديت وخايف عليها نفس الكلام ممكن تعمله 12 و1 الظهر عادي جدا. يعني مفيش اي حاجه في التوقيت الشمس مش هتحميها من الكلام الوحش. دي اول حاجه. بس دي فكره على سطحيه الفكر اللي حضرتك بتقوليه جدا. نفس الكلام هو هيتعمل الصبح مفيش اي فرق. بالنسبه بقى لان البنت تروح تقول لي انا هبات مع صاحبي او هبات مع حبيبي هو برضو كلكم مقتصرين على فكر ان انا هجيب بنت مش فاهمه اي حاجه وما عندهاش اي وعي وهروح اقول لها اتفضلي اعملي كل اللي انت عايزاه. طبعا مش دوت اللي انا قلته خالص. انا قلت زي واحده لحد 21 سنه او السن القانوني ايا كان في الدوله اللي بتسمح بيه لحد ما تتم وتبقى بالغه وراشده فكريا وعارفه هي بتعمل ايه فعلا. لما تيجي تعمل الكلام دوت هتكون عارفه هي بتعمله امتى ازاي. وبعد السن القانوني دوت لما انا اكون مربيها التربيه الصح ومفهمها كل حاجه انا موافق ان هي تعمل كل الكلام دوت. طيب شكرا لسلوى. اخد يسرى من اسكندريه اتفضلي يا يسرى. الو السلام عليكم يا حضرتك. وعليكم السلام. والله اتفضلي. انا تبع الفكره ده جدا. هو اللي احنا ممكن نكون متربيين في بيت عيله ومحافظين وبنعمل كل حاجه زي ما العيله بتقول ونخرج نعمل الغلط من وراهم بره. يعني انت شايفه انه الـ الـ البنت مش مفروض يبقى ليها اي اطار اجتماعي او اي حدود لحريتها؟ ما يبقاش ليها حدود لحريتها لان هي كبيره كفايه وهتعمل الصح. طالما احنا خانقينها وبنكبت حريتها اكيد هتعمل الغلط عند مش هي نفسها. يعني انت مؤيده فكره هادي يا يسرى؟ ايوه طبعا. طيب شكرا. محمد من هنا اتفضل. من الصعيد محمد اتفضل. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ معتز؟ الحمد لله. ادخل في الموضوع وباختصار. ماشي حاضر يا فندم. بعد اذنك يا فندم اللي قدامك دي بتقول ايه؟ كل حد مسؤول عن نفسه والنبي بيقول ايه؟ كل راعي مسؤول عن رعيته.
ايه يعني انت يعني مش فاهم انت عايز ايه يعني ده كلام النبي يا عم ايه ده يعني انت معارض لفكر هادي معارض يا فندم وبشد يا فندم والاستاذ احمد يجي يقول له اختك اختك وانا مالي ازاي وانا مالي يا فندم ده دي غيره عن الاهل يا فندم ده دايس يا فندم تمام وصلت الفكره انت معارض رضا من الشرقيه اتفضل يا رضا رضا مساء الخير اتفضل يا رضا ادخل في الموضوع باختصار لو سمحت والله هو الاستاذ هادي يعني بيتكلم في نقطه هي مساره ليست منه فقط ولكن في قطاع عريض من الشباب يتحدثون عن تلك الفكره في الوقت الراهن يعني فهي ليست وليده اليوم ولكن المشكله يا استاذ معتز بالنهايه ان احنا في مجتمع شرقي اسلامي بيصطدم مع تلك الافكار اللي هي بينادي بها الاستاذ هادي او غيره من الشباب في الوقت الراهن فبالمقابل لابد علينا ان نغير من سياسه المجتمع اذا اردنا ان نطبق تلك الافكار وحريه المراه هي طبعا منقوصه في مجتمع لابد ان نعترف بذلك كذلك الرجال نفسهم يعني لابد في تغيير للثقافه العامه حريه المراه نعم الانسان يحافظ عليها والمجتمع المصري يحافظ عليها ولكن في نطاق برضه بالنهايه النطاق العربي الشرقي الاسلامي لو بحثنا في القران وبحثنا في الاسلام سنجد ان المراه تاخذ كامل حريتها طبعا احنا بنحاسب المراه على التحرش في ال او على لا هكتفي بهذا القدر طيب. وصلت الفكره اوعى تزعل مني ياسمين من الجيزه اتفضلي يا ياسمين مساء الخير باختصار مساء الخير حضرتك دلوقتي بتعاملني كانسانه غير كامله الاهليه لما تقول ان اخويا ليه الحق ان هو يتحكم فيا في تصرفاتي اولا انا ضد طرح السؤال ده ثانيا احنا عايشين في ارياف بنشوف حالات تحرش كتير وانا بيحصل لي حالات تحرش كتير موجوده في ارياف الاستاذ عصام عملت قبل كده قضيه فسق وفجور لواحد شفته بيتحرش بواحده في الارياف ولا بس بتعمل فسق وفجور لهادي علشان بيقول ان هو مع حريه المراه ومع ان هي تعمل اللي هي عايزاه ثاني حاجه حضرتك الموضوع الشرف اللي يعني حضرتك بتتكلم يعني عنه يعني انت مع هادي ولا طبعا مع هادي طبعا هو الكلام اللي بيقوله ده كله ما فيهوش اي حاجه غلط بيقول لك انا مع ان المراه تعمل اللي هي عايزاه تكمل حريتها وانت حضرتك لازم تثبتني واروح اعمل اللي انا عايزاه من وراك هتبقى مبسوط لا تعمليه من وراه ولا من قدامه دينك بيقول كده لا تعمليه من وراه ولا من قدامه التزمي بنصوص الدين وثوابت الدين وانك انت امراه شرقيه انت بتستبدلوا الفضيله بالرذيله ليه؟ خليها ترد اتفضلي يا ياسمين انت معتنق دين وماشي على مبادئه اوكي اعتنق وانت واعمل اللي انت عايزه هو انا شرط ابقى على دينك علشان انت ما تجبرنيش احنا مجتمع اسلامي احنا بلد الازهر انت بتتكلمي في ايه؟ ده الكلام اللي بينادي بيه مش موجود في اوروبا دلوقتي هو مسيحي ما هو مجتمع محافظ طيب مجتمع محافظ بلد الازهر دي الاولى عالميا في مشاهد الافلام الاباحيه انت بتتكلم في بلد ما بتعملش اي حاجه بالدين اللي حضرتك بتتكلم فيه دوت وبعدين جاي في البنات بس بتتكلم الستات ما بيحاسبش الرجاله يا استاذ معتز انا بس انا ليا سؤال في نص ثانيه اتفضل قبل الفاصل حضرتك اتكلمت هادي فقال لك انا ما بتكلمش على الاخ والاخت انا بتكلم على المراه عموما فانا عايز اساله سؤال صغير هل تلك الحريه اللي هو بينادي بيها لاخته هل هينادي بيها لمراته يعني مثلا ممكن تعمل اللي هي عايزاه اتفضل رد تروح بره تعيش بره تبعت لها الاثنين بره طب ثانيه انا بتكلم على الاخت مش انا معلش هو اتكلم على المراه بصفه عامه ماشي انا هتكلم مش عارف لحضرتك مصمم تتكلم بصيغه السخريه مش فاهم السخريه لا والله مش فاهم بس ماشي انا هرد على حضرتك تمام دلوقتي انا لما مش هتكلم على مراتي انا هتكلم بس مجرد ان انا دخلت مع واحده في علاقه حب بس هي بتتعامل بطبيعتها وحريتها زي ما هي عايزه وانا بتعامل بطبيعتي وحريتي وبعد كده احنا ارتبطنا طالما احنا ارتبطنا يبقى هي عرفت او انا عرفت احنا الاثنين عرفنا ان احنا لينا واجبات ولازم نعملها مع بعض بمجرد ان احنا دخلنا في مسؤوليه الارتباط انا مش هقول لك جواز حريه انا ليا حريتي مع مراتي طبعا ليا كلها زمايل ولاد زمايل ليا زمايل بنات وبتعمل اللي عايزاه بس مش يعني خلاص بقى في حاجات كتير جامحه للكلام دوت لان هي في مسؤوليتها مع واحد بس وفي واجبات ليها مع واحد بس وفي حاجات ما ينفعش تعمل غير مع واحد بس لان هي اختارته من وسط كل الناس اللي في مصر ده كمسؤوليه في ارتباط بس العالم كله. في العالم ده في ارتباط بس مش جواز ده يعني قالت لك انا عايز اقعد يومين بره لوحدي هي اصلا مش هينفع تقول لي حاجه زي كده لان هي اختارتني هي مش هترضى ومش هترضى لي على مشاعرها لا انا لو قلت لها هي مش هترضى اشمعنى سمحت لاختك الاجابه لا انا اختي مش واثق عليها خلينا ناكس مش واثق على اختي ومراتي برده مش واثق عليها بس هي عارفه ان انا حقوق عليها طيب هاخد اتصال من مين ببساطه شديده مي من اسكندريه ليلى من اسكندريه يا ليلى باختصار لو سمحتي السلام عليكم الاول عليكم السلام ورحمه الله وبركاته السلام عليكم وبمسح صدر حضور طبعا نعم
بمشي على السرور حضور موجودي مع حضرتك. اهلا بيك. اهلا وسهلا. اهلا. انا اسفه طبعا استاذ هادي، انا مش شايفه ان هو بيجاوب اجابه صريحه لاي سؤال بيتساله خالص. اتفضل. مع احترامي الكامل لحضرتك، اي سؤال حضرتك بتتساله بتتهرب من الاجابه او بتجاوب اجابه غير مباشره. انا كل اسئله سالتها ترددت عليها يا فندم. لا، اجابه غير مباشره. اتفضلي اسالي. طبعا الاستاذ اللي مع حضرتك او المقابل مع حضرتك سالك سؤال، لو زوجتك جت قالت لك انا خارجه مع اصحابي النهارده، اصحابي رديت دول والله رديت؟ لا ما ردتش طبعا. طب انا اصحابي دي بمعنى اوكي ايه؟ فري. اتفضلي ثانيه بس، خارجه بمعنى ايه؟ راح ابات معاهم ولا خارجه عادي في سيتي ستور في اي خروجه عاديه؟ يا فندم ليا اثنين صحاب ولاد، ورحت قلت لزوجي انا خارجه معاهم النهارده. حضرتك هنخرج ونروح ونيجي ونقعد على خفيفات. هقول لك اهو، انا لو رحت قلت لها انا خارج مع اثنين صحابي بنات، هي بطبع الغيره وهي واثقه فيا هتقول لي لا علشان هي بتغير. في المقابل نفس الكلام، اللي يمشي عليها يمشي عليا، وطبيعي ان احنا الاثنين بنغير على بعض، فهي اصلا مش هتقول لي يعني حاجه زي كده. حضرتك بتدور على الغيره العاطفيه وما بتدورش على الدين الاسلامي اللي حضرتك بتنتمي اليه. معرفش انا مش فاهمه طبعا حضرتك لما تبقى في بلد بتنتمي للدين الاسلامي بحضرتك قول لي الكلام دوت. احنا في دوله مدنيه. لا يا فندم احنا دولة اسلامية. انت اتخبطت حضرتك، احنا دولة اسلامية. انا ما اتكلمتش على الدين خالص على فكرة. انت حضرتك حضرتك مصمم تجيب لي غلط وحضرتك مش عارف. انا جبت الدين في الدين ده مادة في الدستور، الاسلام دين الدولة. ده بره الموضوع بتاع الحلقة. انا جبت الدين في ايه؟ لو سمحت. ايه ندى؟ في ايه؟ ندى ليه كده يا استاذ؟ يا استاذ معتز انا ماشيين كويس. انا مستفز يا استاذ معتز. بس معلش بلاش تقول له يا توتو يا اخي. هي اساليب نقاشهم كده محفوظة. حضرتك على فكرة مش اهل مناظرة معايا. اتفضل اتفضل. خالص. اتفضل. عايز حد يرد؟ طيب يا استاذتنا يعني استاذتنا وكل الاساتذه اللي اتصلوا، هي سياق الاسئله يا جماعه غلط. هي مش بنتكلم هي لو عملت كذا، هو في المقابل لو الراجل او الزوج او الاخ عمل نفس الفعل، هل ده هيبقى صح ولا لا؟ احنا بنتكلم على المبدا، مبدا ده احنا شايفينه صح ولا لا. مش ينفعش نقول ان الست ده غلط وهو صح. احنا عايزين نقول ان فكرة هو غلط على الاثنين صح على الاثنين، وغلط وصح على فكرة هي نسبية بحتة بس. وسيبوا الستات تدفع حالهم شوية. يا ستات اوعوا بنفسكم شوية، احنا مش حاجة، احنا لينا عقل نقدر نقيم حياتنا ماشية ازاي. محدش يجي يقول لنا اعملي وما تعمليش، انتي تقدري تقيمي حياتك. شكرا، هكتفي بهذا القدر. اخد رانيا من الجيزة. اتفضلي يا رانيا. الو، مساء الخير يا استاذ معتز. مساء الخير مساء النور. اهلا يا رانيا، اتفضلي. الحقيقه وانا بس اول مره اشارك في برنامج، بس هو الموضوع فعلا استفزني شويه. انا شايفه ان الاستاذ والمدمزيل مع حضرتك ما فيش اي سؤال من الاسئله. يمكن هم طرحوا في البدايه فكره، والاستاذ طرح الفكره انه ممكن البنت تعمل اللي هي عايزاه، ما حددش لحد فين. قال علاقه ممكن اوكي قبل الجواز ماشي، اصل ده بيتسبب في زياده حالات الطلاق. يعني الفكره دي نفسها مش صح. يعني احنا برضو لينا، مش هقول لحضرتك اصل الدين، عشان احنا مش فقهاء كلنا في الدين ولا حاجه زي ما هو بيقول، بس احنا في حدود بتحدنا. وفعلا انا موافقه على فكره انه على الراجل وعلى الست وعلى البنت وعلى الولد غلط. يعني لما يكون في علاقه قبل الجواز على البنت او على الولد، هم الاثنين غلط، ده تمام مفهوم. لكن ما تجيش تقولي اصل اخوها ماليش دعوه بيها. انا مش بقول بقى ان هو يتحكم فيها ويبهدلها وكده، لا خالص. الموضوع ان احنا زي طالعين في اسره واحده، في تقاليد، في عادات، في ده عيب ده حرام على الاثنين، مش على البنت لوحدها. بس ما ينفعش ان انا اصل اخوها اقول لا اصل ماليش دعوه، والله هي تعمل اللي هي عايزاه. لما تشوف اختك بتغلط هيبقى عادي؟ اصل هي عاقله وعدت ال 21 سنه فخلاص عادي لو تغلط، هي كبيره كده ومسؤوله. لا، امال فين؟ لا هو بيقول ان هي عندها استقلاليه تعمل اللي هي عايزاه، لان انا مش واصي عليها. مش كده؟ ممكن ارد حضرتك؟ لا ما فيش. هيرد يا رنا حضرتك، حتى لو انا واصي عليها وليها دعوه بيها ومتحكم فيها وبعمل كل حاجه، برضه هتعمل حاجه الغلط. ما فيش حد ما بيغلطش، ما فيش حد نبي نازل من السماء، وما فيش حد بالطهاره اللي حضرتك بتتكلمي عليها ديت. هي لازم هتعمل حاجه الغلط. وانا ما قلتش ماليش دعوه بيها كليا، انا قلت ماليش دعوه بحريتها. انا مش مجلس شعب ولا رئيس دوله علشان انا اقر عليها واقول لها اعملي وما تعمليش. انا مجرد النصيحه واوعيها وافهمها وهي تعمل اللي عايزاها. ليها دماغ والله العظيم، يعني مش ربنا خليها من غير مخ. حياتك ما قلتش كده على فكره في الاول، حياتك قلت انا اسيبها انا ماليش دعوه. هي اكيد انا قلت بعد التربيه الصحيحه برضه. بعد التربيه الصحيحه وبعد ما يكون سواء وقلت النصيحه تمام. شكرا رانيا، اعذريني لازم اختم الحلقه. هاخد كلمه اخيره من الاستاذ عصام عجاج. اتفضل يا استاذ عصام. حضرتك مستفز ومتضايق، بس ده حوار يا اخي. وبراعي ان انا على الهواء.
اتفضل. ومراعي ان انا على الهواء. اتفضل كلمه يعني اخيره ليك اهو. اتفضل. يعني انا النهارده يعني احنا في مجتمع شرقي. أيوة. ما ينفعش هو قال لي ما تعرضش لو تتهكم عليا ويعني انا بس انا بس والله مش تهكم. اللي انت عاوزه الاساليب دي انا متعود عليها جدا. لا لا لا. كل يوم بشوفها براحتك. طيب اتفضل. انا بس استفزني اول ما انا قعدت انا الحمد لله ده انا الحمد لله ان انا التقيت بيه وخدت بالي منه قبل ما نتكلم والا كان الموضوع تاني يعني مفيش يعني ما تزعلش مني يعني مش من سماتنا احنا كرجاله نعمل أيوة. وشم على ايدينا وعلى رقبتنا وما ينفعش. طب طلع لي وشم كده في رقبتي. ما هو باين اهو على رقبتك اهو. ده اللي في رقبتي. لا ده من النوم. من النوم على رقبتي. ده مش وشم. من النوم بقى من حاجه ثانيه مش مشكله انا بس وشم. انا بتكلم. وبعدين حضرتك بتحكم بالمظاهر عشان انا مظهري يعني عشان ما ينفعش. ما هو انت يا سيد الفاضل حضرتك معلش يا سيد الفاضل قمه السطحيه في التفكير. اعلمك حاجه بعد اذن سعادتك. لا والله انا اللي اعلمك بالطريقه دي. ما تيجي نكون موضوعيين. هنتكلم موضوعي. حاول انك انت تلتزم بالموضوع بلاش بقى وشم وخواتم. انا عايز اساله سؤال. انت النهارده بينك وبين نفسك تحترم نفسك لما اختك تخرج وتجيلك تاني يوم ولا تالت يوم ما تقولهاش كنت فين وتقول لي دي حريتها. انا تعبت. احنا مبتذلين الموضوع في ده. انت بتتكلم في ايه؟ انت عارف ما بتتكلمش غير في الجنس. مش جنس يا ابني. انا ما قلتش جنس. ما هي هبات بره. ما هي هبات بره معناها ايه يا جماعه؟ يا سيد الفاضل ارد عليك؟ ارد. خروجها لوحدها المبدا نفسه غلط. ايه خروجها لوحدها دي؟ خروجها لوحدها يا مش فاهم. انا جايب عصفوره حاططها في. لا يا حبيبي. ايه اللي خروجها؟ خروجها للجامعه ماشي افهمني. خروجها للجامعه. طب ما هي ممكن ما تروحش الجامعه وتروح لواحد صاحبها. انتوا ليه حاطين ممكن ما تروحش الجامعه وتروح لواحد صاحبها؟ معلش غير لما تكون انت عارف بقى بس كده. انت بتسهلها. حاضر انا اعلق خلاص انا هضربها واعلق قرايل بس من ورا ظهري كده مبسوط زي بقيه الشعب عادي يعني. تبقى نايم انت سعادتك الصبح وهي داخله وش الفجر وتقول لها الحمد لله على السلامه. واضح ان احنا مش هنوصل لرأي يا عم. في ايه يا عم؟ سرجل كده يا اخي. لا خلاص هي الرجوله. هي فعلا الرجوله ان انا خليها تعمل من ورايا. شكرا لمتابعه هذه الحلقه من اخر النهار والى اللقاء.